بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن سو هيني مقاطع ذي مقوس قوس كي كساب سنة حكم كعلماء قضب كان ربنا أن ما أنت كهذا النوح وكساب سنة هي قف كسيدة وحق أقابل لها حقا. العلامة السفاريني كتاب كيس الليرة القول العلي بشرح أثر الإمام علي في وصيته لكميل بن زياد. علي دردارا أو كميل بن زياد سي باجرو دردارا كما شرحي العلامة السفاريني ذكرنا كتاب كان سوان أخريي أدبون أقيم بذنية دردارا أد أقيم بذن علم بذن لقيه له سبحان الله. بقول سياشن إيشن وحاويري سفاريني. والعاقل إذا أراد الاطلاع على كنه المعنى هل هو حق أو باطل جرده من لباس العبارة وسلبه تلك الألفاظ المعارة وجرد قلبه عن النفرة والميل والانحراف وأعطى النظر حقه بالحظ والإنصاف، لا كمن ينظر في مقالة أصحابه ومن يحسن فيه ظنه بالإمعان ثم في مقالة خصومه ومن يسيء فيه ظنه بالشزر والنقصان، فإن النظر بعين العداوة يري الإنسان الحق باطلا وعكسه عكسه. هذا كان مركب معنيه سحو يا حليه. والعاقل عاقلك اذا اراد الاطلاع دي او دونه انه فيريو على كنه المعنى شيء معنيه حقيقي ديس انه فيريو مركب او ربو هل هو حق معناه ان حق ميا او باطل مسوى باطل عباره اركي معنى اركي معناه ان حق ميا مسوى باطل بربا انه فيريو او طالع مركب او طالع عني جرده من لباس العبارة عبارة قاب كأي أقول لك أنتها يسيد الله حرّي يسيد الله يعني بلاغة الله صاري يفتهني ماذا الوشاقي ما في رنا جرده من لباس العبارة عبارة دركي إذا وكرر ترى حق إسكدي عبارة إني عبارة قروح بدنتها إينا نهين حق إسكدي وسلبه تلك الألفاظ المعارة الفاظ اسمرك العاري العاري العاريه قاتينه وك سلبنا يا وك قاديا وجرد قلبه قلبي سنو وكدرتريا عن النفره والميل والانحراف قلبي سنو وك الى لنا يا وكفغينا يا ددمده يلشو يعني ميل يلشو انحراف قلع يعني قلب جاج معنا حتى إلى لنا إنه يعني إنها تكدت سنتها وركان ميل انحراف وحسن حق إسكندر محمد كلا جاربا وأعطى النظر حقه قفك عاقلك نظر يفير ماذا حق ذو سينا بالحظ والإنصاف حون كسينا يا إنصاف عدالة وكفيرنا معنا لا كمن ينظر ما هم بولي سيدا قف أركيه في مقالة أصحابه ضدك أصلاً كوحدي سأصحاب تيس إيه ومن يحسن فيه ظنه إيه ضدك أو ظنك أو ناجيه هذا الكأي راهذان ما هنن كفيرنا بالإمعان سفيعا لنعول بكفيرنا حق 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 كفيرنا ثم في مقالة خصومه ضدك أصلاً كسور جيده أما كوحدي سأناهين أما برأيهان حوالائك لدويهين هذا الذي هذا كفيرنا ومن يسيء فيه ظنه يكوى أو ملاذ أحمينا يهذا اللذو ذو كفيرنا بالشزر والنقصان نقصان من نقصان يو يعني كا ينو اسكا كوريلا حيالا فإن النظر بعين العداوة العداوة ما كادو كفيرنا يري الإنسان الحق باطلا قفكو إنسانكو حوحكو تسا مركاسي إنسانك حقي بي باطل وقو تسا وعكسه عكسه هذا كان مركب قلاصي يسوع هاي مركب كتاب آخر سنة يسوع.
qof maqaaladiisa markaad akhrinayso weliga ha ku akhrinin cibaaradan waa qurxan tahay, cibaarada qurxan baadila lagu sheegi karaa, cibaaradan xoogaa waa adag tahay, aad balaaqo badan kama muuqato, saas darteed waa xunta, ha ku fiirinin sidaas. Qalbigaagana waxaad ka e qalbigaagana khaaliyudihin noqo, qof qalbigiisu nadiif uu yahay oo hadda khaali uu yahay, oo qalbigaagu waa inuu ka marnaado nacayb iyo jacayl gaar ah. Cibaaradan isku mashquuli saa u fahmi lahayd bis. Qalbigaagii marka nufra iyo mayl iyo inxiraaf waad ka dhartiraysaa, waa ka leexanay. Keliya waxaad si fiirmada iyo eegmada aad eegaysid baad waxaad siinaysaa xaqeeda iyo insaaf, cadaalad ayaad siinaysaa. Lama rabo qof kooxdaada hadalkooda marka aad fiirinaysana inaad yacni aad inta u fiiriso saan ama loo jeeda ixtimaalkan, aad u totoosiso warkooda. Markaad qof adiga aad jeceshahay ama danniga aad u wanaajinaysid warkiisa markaad fiirinaysana inaad ku fiiriso yacni la jiritaan iyo mar walba inaad yacni inuu toosan yahay inaad u rabto imcaan iyo aad inaad fiirmada aad ugu daa'imiso. Ee qofka aad naceyb tahayna inaad ku fiiriso cibaaradiisa nacaybkii uun bis lama rabo. Cibaaradan iyada xaqa iyo baatilka intay u jirtaa inaad fiiriso ayaa lagaa rabaa, waayo cadaawaddu waxay keenaysaa qofka haddaad cadow ku tahay cibaaradiisana inaad si xun u aragto oo aad markaa xaqeedii aadan siinin dembi aad gasho marka, waayo adiga cadowgaaga xaq waa sheegi karaa, saaxiibkaana baatil waa sheegi karaa. Qalbigaagu marka inuu diyaar u yahay xaqa iyo baatilka miisaankiisa ayaa laga rabaa. Insaa zamankan marka aan ku jirno kooxaysiga waa batay, isnacbaysigaa batay, nin jeclaysiga iyo nin tooxsigaa batay. Waxaa ka dhashay marka xaqi iyo baatilkiina in lagu xiro waxyaabahaas, iyaaka iyaaka kaa marka aan iska ilaalino annagoo dhan. Marka waxaan u baahannahay inaan arrimaha aan iska ilaalino. Hada aakhiruhu wallahu aclam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.